أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم حول إثيوبيا. سنأخذكم في جولة لتتعرفوا فيها عن المركز الطبي الوحيد في العالم المخصص حصريا لتقديم جراحة مجانية لمعالجة ناسور الولادة للنساء. ما هو هذا المرض الذي كان كابوسا يؤرق حياة الكثير من النساء؟ من هي كاثرين هاملين التي أنشأت هذا المركز في أديس حتى وصفت بالمرأة الخارقة في أعينهم؟ كل هذا وأكثر، كونوا معنا. هو المركز الطبي الوحيد في العالم المخصص حصرياً لتقديم جراحة مجانية لمعالجة ناسور الولادة للنساء الفقيرات اللاتي يعانين من إصابات أثناء الولادة. في عام 1958 ردت عائلة هاملين على إعلان وضعته الحكومة الإثيوبية في مجلة لانسيت الطبية لطبيب توليد وأمراض النساء لإنشاء مدرسة للقبالة في مستشفى الأميرة تيسهاي في أديس أبابا. وصلت عائلة هاملين في عام 1959 مع ابنهم ريتشارد البالغ من العمر 6 أعوام آنذاك. لم يسبق لعائلة هاملين أن رأت ناسور الولادة من قبل، حيث أغلق أول مستشفى ناسور أبوابه في مدينة نيويورك عام 1925. عند رؤية عائلة هاملين العديد من الحالات تصل إلى المدرسة، قرروا إنشاء مستشفى مخصص، وبعد 15 عاماً في عام 1974 أسسوا مستشفى أديس أبابا للناسور، الذي يعد أول مستشفى حديث للناسور في العالم على مر السنين، حيث عالج مستشفى فيستولا للناسور ومستشفيات هاملين الأخرى الإقليمية الخمسة في إثيوبيا أكثر من 60,000 مريض. وبين عامي 2003 و2010 أنشأت كاثرين هاملين 5 مستشفيات إقليمية للناسور في مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى مستشفى أديس أبابا للناسور، حيث قررت منظمة هاملين في إثيوبيا بناء مرافق للناسور في الأجزاء النائية من إثيوبيا بسبب ارتفاع معدلات حالات الإصابة بالناسور نتيجة لمحدودية الوصول إلى الرعاية السابقة للولادة وما بينها. والمستشفيات الخمسة واقعة في بحر دار، ماقالي، يرغاليم، هرر وميتو، وتعمل كمراكز إقليمية لمرضى الناسور. من هي كاثرين هاملين؟ إيلونور كاثرين هاملين كانت طبيبة توليد وأمراض نسائية أسترالية، شاركت مع زوجها النيوزيلندي ريجيلد هاملين في تأسيس مستشفى فيستولا أديس أبابا. تم الاعتراف بهاملين من قبل وكالة الأمم المتحدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان كرائدة في جراحة الناسور لتطويرها تقنيات وإجراءات لعلاج ناسور الولادة. نشأت إيلونور كاثرين نيكولسون في ضاحية رايد في سيدني في هيرمتاج، بناها جون بلاكسند عام 1842. واحدة من 6 أطفال لإيلونور وثيودور نيكلسون، ذهبت إلى مدرسة فرينشام في ميتا جونج، وذلك قبل الالتحاق بجامعة سيدني وتخرجها من كلية الطب في عام 1946. بعد فترة تدريب في مستشفى سانت جوزيف أوبرون ومستشفى سانت جورج كوغارا، أصبحت طبيبة مقيمة في طب التوليد في مستشفى كراون ستريت للنساء. وفي عام 1950 تزوجت من الدكتور ريجيلد هاملين الذي كان مشرفا طبيا في شارع كراون. جهود هاملين لإنهاء الناسور جعلتها تقود برنامجا للوقاية من ناسور الولادة. كانت تعتقد أن القبالة هي المفتاح لمنع حدوث الناسور في المقام الأول. رأت هاملين بأن تعيين قابلة مدربة تدريبا جيدا في كل قرية سيقضي قريبا على ناسور الولادة. وفي عام 2007 أسست كلية هاملين للقابلات، حيث تقوم بتدريب الطلاب من المناطق الريفية وتوفر منحة دراسية كاملة مدتها 4 سنوات للطلاب أثناء حصولهم على درجة بكالوريوس العلوم القبالة، وعند تخرجهم يتم توزيع الطلاب مرة أخرى في مجتمعاتهم حيث تكون مهاراتهم مطلوبة.
اعتبارا من نوفمبر 2019 تخرجت 170 قابلة من الكلية، 92 يدرسون حاليا، دخلت في شراكة مع الحكومة الإثيوبية لتوفير الموارد، وتوسعت إلى 80 عيادة قبالة حكومية في جميع أنحاء إثيوبيا الإقليمية. كجزء من نهج كاثرين، افتتحت هاملين مركزاً لإعادة تأهيل مرضى الناسور في عام 2002، وقد تم بناء المرفق على أرض تبرعت فيها الحكومة الإثيوبية قرية الفرح. يقع الموقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من مستشفى أديس أبابا للناسور. يوجد في دستة مندر 10 منازل تستوعب المرضى الذين يعانون من إصابات مزمنة طويلة الأمد التي تتطلب مزيداً من الرعاية، كما يخضع المرضى في المركز لإعادة تأهيل والإدماج لصفوف محو الأمية والحساب والاستشارة والتدريب المهني. حصلت كاثرين هاملين على زمالات فخرية في الاتحاد الطبي في استراليا وانجلترا والولايات المتحدة، وفي 26 يناير عام 1983 تم تعيينها كعضو في وسام استراليا لخدماتها في أمراض النساء في البلدان النامية، وفي 26 يناير عام 1995 حصلت هاملين على أعلى وسام شرف في استراليا، حيث تمت ترقيتها إلى رتبة رفيق الوسام. في 1 يناير عام 2001 حصلت على وسام الذكرى المئوية للخدمة الطويلة والمتميزة للتنمية الدولية في إفريقيا، وهي مؤلفة الكتاب الأكثر مبيعاً The Hospital by the River A Story of Hope الذي نشر لأول مرة في عام 2001. نشرت الطبعة الثانية في عام 2016 بمقدمة بقلم السيدة كوينتن برايس، وقد وصفت بأنها الأم تريزا الحديثة في افتتاحية كتبها نيكولاس كروستوف الحائز على جائزة بولتزر من صحيفة نيويورك تايمز. في
في سن 80 ظهرت هاملين في برنامج أوبرا وينيفري التلفزيوني في يناير عام 2004، وتم تضمين الحلقة في مجموعة مختارات وينيفري لمدة 20 عاما. وسافرت وينيفري إلى المستشفى وصورت حلقة أخرى لبرنامجها تم بثها في ديسمبر عام 2005. الفيلم الوثائقي لعام 2007 نزهة إلى الجميلة ظهر فيه خمس نساء إثيوبيات عالجن وعالجتهن هاملين وفريقها في مستشفى أديس أبابا للناصر. في عام 2009 حصلت على جائزة رايت ليفل هود والتي تسمى أيضا بجائزة نوبل البديلة. Now it's my privilege and honor to introduce to you Annette Bennett, Dean of College of Midwives Hamlin. The floor is yours. Thank you. Madam Speaker, Your Excellencies, dear recipients, ladies and gentlemen, it's an honour to represent Dr. Catherine Hamlin tonight and to read her words that she has written from her home in Addis Ababa. تمت دعوة كاثرين من قبل الحاكم العام لأستراليا السيدة كوينتين برايس لتناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرا في مقر الحكومة كامبيرا في 23 أكتوبر عام 2011. في تشرين الثاني نوفمبر عام 2016 تمت تسمية عبارة من طراز سيدني فيرز إيميرالد باسم كاثرين هاملين. في عام 2019 احتفلت هاملين بالذكرى 60 لوصولها إلى إثيوبيا في حفل أقيم في مستشفى أديس أبابا للناصور. ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خطابا أقر فيه بتأثير كاثرين الكبير على إثيوبيا ومنحها جائزة المواطن البارز المرموق نيابة عن حكومة إثيوبيا. وهي واحدة من ثلاثة أشخاص حصلوا على هذا التكريم. حصلت كاثرين والمستشفى على العديد من الجوائز، وفي خطاب لها قالت هاملين كاثرين المعروفة بتفانيها وتواضعها عن الاستحسان الذي تلقته بقولها أفعل ما أحب القيام به، وليس من الصعوبة أن أعمل في إثيوبيا مع هؤلاء النساء. والجوائز التي حصلت عليها هي: ماميتو غاتش. نشأت جراحة أمية في جبال إثيوبيا لتصبح مستقبل الطب الإفريقي، وما زالت لا تستطيع القراءة أو الكتابة حتى الآن. وكانت ماميتو غاتش في 16 من عمرها عندما دخلت في مخاض ولادة طفلها الأول في كوخ من الطين بقريتها عام 1963، وأمضت 4 أيام مع آلام مبرحة قبل أن يموت طفلها بداخلها، مما تسبب في إصابتها بناسور الولادة. وبعد قدومها للعاصمة أديس أبابا عالجتها الطبيبة الأسترالية
كاثرين هاملين التي أصبحت لاحقاً معلمتها وأمها البديلة وصديقتها مدى الحياة. وتعلمت ماميتو البالغة من العمر 73 عاماً الآن إجراء جراحة للناسور من خلال وضع يديها على يد جراحة سيدني العظيمة وتتبع خطواتها المعقدة بأثناء عملها على إنقاذ النساء اللواتي عانين من هذه الحالة الصحية. كان زوجها من القلائل الذين توصلوا إليها للعودة إلى قريتهم حتى يتمكنا من العيش معا، لكن ماميتو شعرت أن مستقبلها كان في المستشفى لمساعدة هاملين على علاج سيدات أخريات يتحملن العذاب نفسه، وسمحت لها كاثرين بالمراقبة أثناء الجراحة، ثم شجعتها على المساعدة وخياطة الجروح، وكانت ماميتو تضع يديها على يد هاملين وتحفظ كل خطوة في أثناء إرشادها، وكانت تتمتع ببصر رائع ويمكنها رؤية فتحات صغيرة جدا تحتاج إلى الإصلاح دون استخدام الأدوات. واليوم تعد ماميتو جزءا من مجموعة فريدة تعرف باسم الجراحين الحفاة، الممارسين الغير مؤهلين طبيا الذين يغيرون وجه الطب الأفريقي دون أي تدريب رسمي. ويتخصص الجراحون مثل ماميتو عادة في مجال واحد تعلموه من خلال الملاحظة والمهارة الطبيعية. وفي عام 1989 حصلت ماميتو على الميدالية الذهبية للجراحة من الكلية الملكية للجراحين في لندن، واحتلت المرتبة 32 في قائمة BBC تحت عنوان 100 امرأة في عام 2018 في الشركة اللامعة لقادة العالم ورواد الصناعة والأبطال العاديين. الناسور هو إحدى الإصابات الأكثر خطورة وألماً التي تحدث أثناء الولادة للنساء. يعتبر ناسور الولادة من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للمرأة. النواسير هي عبارة عن ثقوب صغيرة تظهر بين المهبل والمثانة وأحياناً بين المهبل والمستقيم بعد أيام من الولادة المتعسرة دون تدخل طبي حديث مثل العمليات القيصرية أو الاستخراج بالشفط. تدفع انقباضات الأم رأس الطفل باستمرار باتجاه حوضها مما يؤدي إلى قطع امداد الدم للأنسجة وإحداث ثقوب تسبب سلسا مستمرا غير قابل للسيطرة عليه في البول، وعادة ما تلد الأم طفلا ميتا في هذه الحالة. وكثيرا ما يتخلى الأزواج عن الزوجات اللواتي يكن في أغلب الأحيان غير قادرات على حمل مزيد من الأطفال. وفاة كاثرين هاملين. توفيت في أديس أبابا في 18 مارس عام 2020. كاثرين هاملين كرست حياتها لنساء إثيوبيا، كانت تعمل بلا كلل لعقود لتحسين الرعاية الصحية للأمهات في جميع أنحاء البلاد، وتمنح المرأة الحب والأمل والفرصة لاستعادة حياتها. والآن يستمر الأخصاء الإثيوبيون الطبيين والذين تدرب العديد منهم تحت كاثرين في حمل شعلة رؤيتها معالجة كل امرأة مصابة بالناسور حتى يتم استئصال الناسور من إثيوبيا تماما. شكرا كاثرين. Thank you.